هذا وكان صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت قد استقبل يوم أمس أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك وأمراء ورؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة بالإضافة إلى أولياء العهود ورؤساء الحكومات وممثلي الدول وذلك لتقديم واجب العزاء بوفاة أمير الكويت الراحل سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله كما قدم الجموع التعازي والمواساة إلى أصحاب السمو السعادة أنجال الفقيد وإلى أسرة آل صباح الكرام مشيرين إلى مناقب ومآثر الفقيد وإسهاماته في تطور ونهضة دولة الكويت وازدهارها بالإضافة إلى إسهاماته الجليلة في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية